السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية إن شاء الله. اليوم إن شاء الله في هاد لا فيديو هذا بغيت نشارك معكم خرجة بعد 3 أشهر ديال الحجر الصحي. واليوم ولله الحمد، الحمد لله وألف حمد وشكر يا ربي أننا رجعنا من جديد وخرجنا وكل واحد مشى للعمل ديالو. الحمد لله فتحوا هاد النهار الصالونات، كما يقولوا الناس الحركة ولات عادي. الحمد لله الناس غادية جاية، كل شيء غادي للعمل ديالو. وأنا إن شاء الله هاد النهار إن شاء الله غادي نحلو إن شاء الله الصالون من بعد 3 الأشهر ديال الحجر الصحي. الحمد لله كيف ما الحمد لله البنات ان الناس صافي دابا الحركه راه عاديه وكلشي غادي للعمل ديالو بالنشاط والحيويه. نطلبوا الله والنبي رسول الله ان شاء الله يبعد علينا هذا البلاء يا ارحم الراحمين. نتمنى ما نرجعوش من جديد، نتمنى ان شاء الله. الحمد لله على هذه النعمه هذه. وبطبيعة الحال حنا غادي ناخذو بالاحتياطات، غادي يكون التعقيم، نتبعو التعليمات، التعقيم، الكمامة إن شاء الله، وناخذو كما يقولوا الاحتياط ديالنا إن شاء الله.